يلقون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يأتون بالألواح للفقيه أو للفقهاء فيصححون لهم ما كتبوه في اللوح، والتلميذ ينظر إلى الملاحظات وإلى الإصلاحات التي يعني أصلحها له، ثم بعد ذلك يقرأ اللوح على الشيخ وهو يسمع الشيخ يعني اللوح التي يقرأها التلميذ. بعدما يقرأ التلميذ يقوم كل واحد يحفظ يعني اللوح دياله الخاص به، يحفظه حفظا يعني يستظهره. بعد ذلك كلهم او الثاني يرجعون الى الفقيه يستظهرون عليه اللوح التي كتبوها والتي سمعها منه كتبها وصححها صحيح، هذا يسمعها الشيخ يعني عرضا. وكل انسان الزمناه ثم يحرص التلميذ على أن من إذا حفظ شيئا لا ينساه. وكيف لا ينساه؟ يعني عندما يفرغون من هذا يستظهرون على الفقيه أو على الطلبة الأكبر منهم، يستظهرون على مثل جزئين يعني يمكن هكذا، وتبقى هكذا المراجعة مستمرة وهو يعني في اللوح هكذا حتى يختم القرآن الكريم. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس التلميذ لا ينفك عن الخاتمات حتى ترجع لوحته خالية من الأخطاء، لا في الضبط ولا في الرسم. نعم، لأن احنا عندنا هنا الضبط والرسم يعني لا بد منه. فإذا كان الطالب في الختمة الثانية مثلا وعنده أخطاء متعددة في الرسم في الضبط وهذا، يرجع الختمة الثالثة، وعلى أي حال ختمتين لا يمكن أن يصحح فيها القرآن، بل ثلاث ختمات أربع ختمات يعني، وهكذا حتى ترجع لوحته كالمصحف يعني لا أخطاء فيها. عند ذلك يشهد له الفقيه بأنه حافظ القرآن حفظ متقن وكذا وهذا، ويعمل له عرس. نعم، يعني كانت في العادة يعني عرس كبير يحضر الناس وتلعب الخيول بأن الطالب الفلاني وابن فلان حافظ القرآن، والناس يجتمعون عليه ويأتون بالهدايا ويأتون بهذا وتذبح الذبائح، يعني يكون موسم. نعم، فرحا ويعني إكراما للقرآن الكريم. الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والذي أوحينا هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.